أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تكون قد قام بها فرض الكفاية في هذا البلد فلا يأثم غيرهم عند رؤيتهم للمنكرات وعدم إنكارهم؟ ما تبرأ الذمة بمجرد وجود الهيئة، بل لابد من التعاون معها. نتعاون مع الهيئة، نبلغهم عن الوقائع والحوادث، نتعاون معهم ونشد من أزرهم، ما نتركهم في الميدان وحدهم. نعم.